صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقتنا لليوم من الحدث. بانتظار الحسم النهائي لمعركه فجر الجرود وتحرير العشرين كيلومترا المتبقيه من جرود راس بعلبك نهائيا من ارهاب داعش، تتجه الانظار الى المرحله المقبله، الى ما بعد هذه المعركه، واسئله كثيره حول كيفيه استثمار كل هذه الانتصارات من قبل اطراف كثيرين في الداخل اللبناني سياسيا وامنيا. نسمع يوميا في الايام الماضيه ان ما بعد هذه المعركه لن يكون كما قبلها، ماذا يعني هذا الامر؟ وكيف يمكن ان تتحول الامور في الداخل سياسيا في ضوء التحولات السياسيه والميدانيه اقليميا ودوليا؟ كل هذه العناوين نطرحها ونناقشها بتفاصيلها مع ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب السياسي قاسم قصير، فتابعونا. صباح الخير استاذ قاسم، اهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. مثل ما قلنا المعركه شارفت على الانتهاء واصبحنا في المربع الاخير منها، وسنحاول ان نناقش في هذه الحلقه ما بعد على جميع المستويات، مستويات سياسية أمنية في الداخل اللبناني، على مستوى الحكومة والعلاقة بين الأطراف المحليين، وأيضا على مستوى العلاقة مع الأطراف الإقليميين، مع سوريا، مع العراق، مع إيران، وهناك موفد رسمي إيراني يجول في لبنان منذ أيام ويلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين. أيضا سنتحدث في هذه المهمة الإيرانية وأبعادها وفي غيرها من العناوين بعد موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميل ميشا. أهلا بكم. أفاد مراسلنا في صيدا عن ارتفاع حدة الاشتباكات بشكل عنيف في مخيم عين الحلوة هذا الصباح، حيث تسمع أصوات القذائف الصاروخية والرشاشات في أرجاء المخيم. وقد طاول رصاص الاشتباكات سراي صيدا وأصاب مركز المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب، فأوقع جريحين نقل على أثره إلى مركز لبيب الطبي، فيما أقفلت دوائر السراي الحكومي أبوابها جراء رصاص القنص. وهذه الاشتباكات المستمرة منذ أيام تدور بين مجموعتي بلال بدر وبلال العرقوب المتشددتين من جهة، وحركة فتح والقوى الأمنية المشتركة من جهة أخرى. ومن المقرر أن تعقد القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية في منطقة صيدا اجتماعا اليوم تعلن فيه وقف إطلاق النار وانتشار القوى المشتركة في حي الطيري. بدأ الجيش اللبناني إعادة انتشار لآلياته بين جردي القاع ورأس بعلبك للتركيز على البقعة الأخيرة التي يتحصن فيها داعش، وقد قام بسحب بطارياته المدفعية التي كانت متمركزة في جرود القاع إلى مواقع متقدمة على المقلب الآخر من الجبهة، وتحديدا باتجاه وادي مرتبية. وتستمر لليوم الخامس على التوالي معركة فجر الجرود التي يخوضها الجيش اللبناني ضد إرهابيي تنظيم داعش. وتمكن الجيش منذ بداية المعركة من تحرير 100 كيلومتر مربع من أصل 120 من الأراضي المحتلة من قبضة التنظيم. وبعد تطهير جرود القاع يتركز اهتمام الجيش على الكيلومترات العشرين المتبقية في جرود رأس بعلبك، في حين يتابع فوج الهندسة في الجيش أعمال إزالة الألغام والأفخاخ والنسفيات من محاور التقدم. وفي تطورات المعركة على الجهة السورية، سجلت قوات الجيش السوري وحزب الله أمس إنجازا كبيرا بالسيطرة على نحو 44 كيلومترا مربعا جديدا من الأراضي التي كان يحتلها داعش، لتصبح المساحة الباقية في قبضته نحو 50 كيلومتر مربع. وقد تمكنت السيطرة على عدد من المعابر الحدودية أبرزها سنفيخة المعبد الذي يصل جرود البريج السورية بجرود القاع اللبنانية، وكذلك معبر الشيخ ومعبر ميرا الواصل بين جرود قارة السورية وجرود عرسال اللبنانية. كما عثر مقاومو حزب الله في منطقة الزعرورة على أجهزة اتصالات لاسلكية مشفرة في إحدى غرف الإشارة الميدانية التابعة للتنظيم الإرهابي. رفع
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس جلسة مساءلة الحكومة التي استمرت طوال النهار بعدما رد رئيسها سعد الحريري في كلمة له على مداخلات النواب فيما يتعلق بملفي الاتصالات والكهرباء. اليوم نحن بنجيب الكهرباء اللي قلت لكم عنها، نحن بنعملها ب 14 و16 سنت و18 سنت بمحلات، في محلات بالديزل نوصل ل 19، في محلات عم ناخذ كهرباء من سوريا بتقريبا 14.9 سنت، واليوم اذا بدنا ناخذ شو التكلفه اللي دائما كل الناس بتطلع وتنتقد هذه البواخر هي 13.1 او 13.4، يعني بعد ما عم نوفر سنت. بس لما اجى الملف تبع الكهرباء من المناقصات، اداره المناقصات شافت انه في واحد مؤهل، الحكومه اخذت قرار بعدم المضي بهذا الشيء. فقامت الحكومه قالت تفضل هيدا دفتر الشروط حنعدل عليه شوي، حيرجع على مجلس وزراء حتوافق عليه الحكومه، شروطنا انه اي واحد بيقدم، اي واحد بيقدم على هذا المشروع بده يكون في عنده بيرفورمانس بوند ب 50 مليون دولار. يعني بعد 3 اشهر اجى واحد قال انه انا بنفذ وربح المناقصه وما عندي كهرباء، باخذ 50 مليون دولار بحطهم بجيبتي بقول له مع السلامه. عبرت الامم المتحده عن مخاوفها من اعدامات وعمليات قتل بحق 30,000 مدني محاصرين من قبل تنظيم داعش في مدينه تل عفر العراقيه، حيث تخوض القوات العراقيه معركه استعادتها منذ 3 ايام. وقال المتحدث باسم الامم المتحده ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إن هناك مساعدة إنسانية يتم تقديمها عند نقاط تجمع في جنوب تل عفر وشرقها، موضحا أن أكثر من 300 شخص أتوا إلى تلك النقاط يوم الاثنين الماضي. وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من استخدام المدنيين العراقيين دروعا بشرية، ومن أن تترافق محاولاتهم للخروج من مدينة تل عفر مع إعدامات وعمليات قتل، بحسب ما قال دوجاريك الذي طالب الأطراف المتحاربين بالسماح للمدنيين بمغادرة منطقة المعارك. ختام الموجز، والعودة إلى كاترين والحدث. شكرا لك ميشا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقة الكاتب السياسي قاسم قصير. أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني معركة جرود، حي يعني جنود الجيش اللبناني أكيد. والمقاومة في الجرود، يعني هذه قبل أي كلام الواحد، لأنه حقيقة واحد بيشعر بفخر يمكن بهذه اللحظات أنه هناك من يدافع عن هذه الحدود ويبذل الدماء، يعني خاصة في مناطق يمكن لأول مرة الواحد يعني بيشارك هيك الجنود بيشاركوا بهذا القتال بهذه الطريقة. يعني صحيح، تحية كبيرة للجيش اللبناني، وأيضا منجدد على طول تعازينا لأهالي الشهداء بسقوطهم. وإنما يعني في شيء بعزة أنه الأمور عم بتتم بسرعة كبيرة خلافا لما كان متوقعا، ويبدو أنه اقتربنا من حسم هذه المعركة، اقترب الجيش اللبناني بحسب بياناته ويعني الكلام الرسمي اللي عم نسمعه، انه بعد في 20 كيلومتر فقط وتنتهي هذه المعركه بشكل نهائي ونطهر الحدود اللبنانيه السوريه على الاقل من الجانب اللبناني، يعني كلام الجيش، من ارهاب داعش. اسئله كثيره هون تترافق مع هذه المعركه، لها اهميه كبيره خصوصا وانها ترافقت ايضا مع جدل سياسي وعسكري وامني على جميع المستويات. ما اهميه هذا الانتصار الذي يحققه الجيش اللبناني بدايه، وكيف يمكن استثماره لبنانيا؟ يعني طبعا استثماره الايجابي طبعا. ما يجري هو نوع من معموديه نار للجيش اللبناني حقيقه، وهذه يمكن منذ فتره من معركه مخيم نهر البارد، يمكن لاول مره بيخوض الجيش اللبناني هذا الصراع بتقنيات جديده. كنت عم تابع، انا لست خبيرا عسكريا يعني، لكن اتابع ما يقوله الخبراء
سواء كانوا عمدة أو قادة بالجيش اللبناني أو المتابعين. وسمعت حقيقة بعض المعطيات أنه الجيش اللبناني يخوض هذه المعركة أول شيء بأسلحة جديدة، بتقنيات جديدة، بظروف ليست سهلة، يعني بظروف صعبة ميدانيا، ولأول مرة في منطقة جردية. طبعا معركة نهر البارد، مخيم نهر البارد، كانت أول شيء محيطها كان أوضح، رغم ذلك قدم الجيش عدد كبير من الشهداء، لكن يبدو واضح أنه آلية إدارة المعركة اليوم بشكل أفضل، يعني الجيش لديه إمكانيات. وطبعا ما جرى بجرود عرسال سهل وساعد بتهيئة المناخ سواء الميداني حتى كمان الواحة. يمكن هلا كثير ناس تنسيء، والله مش تنسيء، انا برايي هي كلها معركه متكامله، لكن اهميه هالمعركه بتنقل لبنان لوضع جديد متكامله بعد. يعني بمعنى انه لا يمكن ان يعني ما في واحد لتحصل وتحسم بدون تنسيق بين الجانبين. لو ما صارت معركه جرود عرسال ما كنا رحنا على جرود القاع وجرود راس بعلبك اولا، ثانيا لو ما في بالمقلب الثاني من يخوض معركه ضد داعش كمان ما كانت المعركة بهذه السهولة يعني. نعم. هذا طبعا مع احترام وتقدير لقدرات الجيش اللبناني، وأنا يعني شخصيا ضد فكرة لا تبخيص دور المقاومة ولا تبخيص دور الجيش، لأنه هذا جهد متكامل. نعم. والكلام عن تنسيق لا يؤثر سلبا على الجيش اللبناني، لأنه بكل الجيوش بيصير في تعاون وتنسيق مع جيوش أخرى أو قوى أخرى شعبية أو ميدانية، وهذا اللي عم يحصل الآن بأكثر من مكان، وهذا أصلا صار في تطور بما يسمى العلم العسكري، بيقولوا لعبت كثير في حرب تموز، انه لم تعد الجيوش النظاميه تخوض معارك فقط بشكل نظامي، تستعين بقوى ما يسمى حرب عصابات او قوى شعبيه. نعم. يعني هذا امر جديد ولا يعيب، يعني حتى ما حدا يفكر انه هالشيء عم بيقلل من قدرات الجيش اللبناني، لكن الجيش اللبناني لاول مره عم بيخوض وهذا معركه بهي الطريقه، وهذا سيقلق اول من يقلق انا برايي العدو الاسرائيلي. يعني احنا لازم نراقب بهذه اللحظات ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية أو الإسرائيليون حول ما يجري في لبنان، إما بشأن المقاومة أو بشأن الجيش اللبناني ونهاية داعش. طبعا داعش لن تنتهي كليا، يمكن من لبنان تنتهي جغرافيا لكن سيكون لها تداعيات، بالمنطقة تتراجع لكن إلى تداعيات، حتى في لبنان البعض يتخوف من خلايا موجودة في الداخل، يعني هذا أمر متوقع، يعني بأي لحظة إذا بيقدروا ما راح يأثروا، لكن نعم. الحمد لله أنه في معركة أمنية عم تخاض ضد هذه التنظيمات وعم تنجح تحقق إنجازات كتير مهمة. نعم. إضافة للمعركة العسكرية، إضافة للبعد السياسي بالوضع اللبناني، أنه لبنان أصبح محصن من خلال التوافق السياسي الداخلي، من خلال وعي بعض القوى الإسلامية لمخاطر دعم هذه التنظيمات. نعم. نحن أمام وضع جديد، وهذا طبعا سيكون له أسئلة ما بعد هذه المعركة. أكيد. داخليا من هذه الأسئلة، يعني ذكرت جملة معطيات حضرتك هلأ بخلال إجابتك، أولا التنسيق مع حزب الله، التنسيق مع سوريا يلي برأيك أنه كان أمر واقع فرض الميدان فرضه يعني على الجيش اللبناني، وأيضا موضوع أنه الأسلحة الجديدة التي بفضلها أيضا تمكن الجيش من تحقيق أهداف سريعة وثابتة هي بشكل خاص أسلحة أمريكية، يعني هون أكثر من سؤال وبريطانية. نعم، ولكن شفنا أنه الأمريكيين هم من أكثر من قدم مساعدات للجيش بالفترة الأخيرة، وازدادت بشكل خاص بالأسابيع الماضية حتى لما يعني عرف أنه المعركة أصبحت قريبة ضد داعش. فهون يعني كيف يمكن التعاطي مع هذه الإشكاليات بوقت أنه هن محورين خصمين؟ كيف يمكن للبنان وللمؤسسة العسكرية أن تتعامل مع هذه الإشكاليات؟ منذ عدة سنوات، وهذا الأمر ليس سرا، يعني في تقارير نشرت وفي معلومات نشرت أن الأمريكيون والبريطانيون، وكان يفترض الفرنسيون بالتعاون مع السعوديين يكونوا هن جزء من هذا المشروع، في مشروع لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية على كافة المسارات. نعم. وطبعا عندما تم الإعلان أن إيران مستعدة لتقديم سلاح للجيش اللبناني، وبسبب حساسية بعض الأطراف أو الجهات صار في أكثر اندفاع أنه لدعم الجيش اللبناني. إجت معركة جرود عرسال، كمان هذا يمكن بقوله البعض، يعني هذا نقطة تخدم الجيش اللبناني، ما جرى في جرود عرسال والزخم اللي أخذه حزب الله خلى القوى الدولية وخصوصا البريطانيين والامريكيين يتحركون بسرعه انه لازم الجيش اللبناني، لان هن بيعتبروا او بيراهنوا انه هذا الجيش اللبناني هو اللي بده يدير وضع البلد امنيا وعسكريا. نعم. مستقبلا. طبعا هلا يمكن هن نياتهم قد لا تكون صافيه بهذيك، لكن انا برايي اذا بدي احكي كلبناني ماشي، هن بده يدعموا الجيش اللبناني، انا ما عندي مشكله طالما هذا
عم يخدم مصلحة السيادة اللبنانية. نعم. الرهان على أي صراع مستقبلي بين الجيش اللبناني والمقاومة هو رهان في غير محله، لأنه أثبتت كل الأحداث طيلة السنوات الماضية عندما يقوى الجيش اللبناني تقوى المقاومة. نعم. والعكس صحيح حاليا، طالما أن المقاومة موجودة سواء صار في تنسيق أو لم يحصل تنسيق. نعم. طالما في مقاومة وفي جيش لبناني هن قوتين لخدمة لبنان. نعم. في هذه المرحلة لحين التوافق على استراتيجية دفاعية. بس بالوقت نفسه العلاقة جيدة جدا، والتعاون والتنسيق مع الناحية الأخرى يعني مع الأمريكيين وغيرهم. طيب كيف هون يعني موقع لبنان؟ لا مش عم نحكي فقط عن الجيش، اليوم موقع لبنان السلطة السياسية يلي القرار السياسي بيدها بالنهاية، هل ستصبح يعني لبنان لن يكون محشورة أو محرجة بالمرحلة اللاحقة بين هذين المحورين؟ أنا يعني لبنان له خصوصية، لبنان لن يكون ضمن محور المقاومة بالمعنى السياسي والعسكري، حتى نكون واضحين وصريحين، لخصوصية الوضع اللبناني لأنه في تنوع على المستوى السياسي وعلى مستوى القوى الداخلية. ولبنان لن يكون كمان بمحور أمريكا أو السعودية أو شيء، لأنه كمان لبنان ما في فوت محور. مش معنا نظرية الحياد بالمعنى اللي بتطرح الآن بالمعنى الحياد العام أو أنه نقي بالنفس، لا، بس لبنان مثل ما عم بيصير بالعراق افتراضا بلحظة من اللحظات، العراق كان في حشد شعبي وكان في أمريكان عم بيعملوا عمليات عسكرية بغض النظر في ملاحظات أو شيء، يعني وجود لبنان عم بيستفيد من دعم أمريكي أو دعم دول لا يتناقض مع وجود المقاومة، طالما أنه في مشروع واحد هو مواجهة الإرهاب. هلا أنت ممكن يصير إشكالية مستقبلا، وأنا برأيي هذه اللي بده الواحد يفكر فيها، الإسرائيليين هن اللي ممكن متضررين من قوة ازدياد دور الجيش اللبناني، لأنه هو الجيش اللبناني بده يكون أحد القوى الأساسية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي مستقبلا. نحن بنلاحظ الإسرائيليين أي سلاح بيجي لأي دولة عربية، مش بس للبنان، للسعودية حتى، لحلفائهم أحيانا، للأردن، لمصر، بياخذوا بعين الاعتبار هذا السلاح هل سيستخدم في يوم من الأيام ضد العدو الإسرائيلي أو لا يستخدم، يعني هن خوفهم صحيح من هالنقطة. نعم. أما داخليا أنا ما شايف، يعني أنا بالسياسة لن يكون لبنان والحكومة تحديدا محرجة، لأن لا يعني لا. شفنا نوع من السيناريو سبق عملية فجر الجرود لما صار في وزراء بدون يزوروا سوريا، صحيح أنه الحكومة جربت تتجنب هذا الموضوع لعدم تفجيرها من الداخل، وإنما هل سينجح هذا الأمر في كل مرة؟ ماذا لو توالت المواقف المشابهة وحتى لو ربما يعني تكاثرت المطالب من قبل فريق معين بنوع من تطبيع أو عودة العلاقات إلى ما كانت عليه مع النظام الحالي في سوريا؟ كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ الوقائع هي ستحكم المرحلة الجديدة. أنا عادة في أوقات معينة ما بعود بفكر بالتصريحات، يعني بصير التصريح منه له أهمية بقدر ما هو الواقع. في وضع جديد في سوريا، سواء حبينا هذا الوضع الجديد أو كرهناه، هذا الوضع سيفرض على لبنان سواء مستوى الرسمي أو الشعبي. بكرة اللبنانيين رح يتوجهوا هني لسوريا قبل يمكن القوى السياسية أو ليش؟ لأنه إذا مشيت الأمور بسوريا وتم فتح الطرقات نحو العراق ونحو الأردن افتراضا ونحو تركيا، واستطاع الجيش السوري استعادة المعابر، طب نحن مصلحتنا سواء على مستوى اقتصادي أو مستوى اجتماعي، لأنه كل لبناني قبل الحرب كانوا سوريا هي المنفذ بالتجارة، هذا التطبيع مع سوريا سيكون طبيعيا بقرار أو بدون قرار، هذا موضوع. حتى أنا عم راقب مثلا الرئيس سعد الحريري طيل هالفترة، واضح أنه الرئيس سعد الحريري عم يتصرف بواقعية، ما عم ياخذ مواقف حادة سواء مع اللي عم يدعو ضد التطبيع مع سوريا او اللي ما عم واقعي ترك لأنه الأمور. لانه مقتنع ام لانه انا برايي لانه يعني رئيس سعد الحريري لا حول له ولا قوه كما يرى كثيرون، انه رئيس سعد الحريري عم بيشوف الامور لوين رايحه مستقبلا. اذا هلا اخذ قرار، لو كان قادر الرئيس سعد الحريري يضرب اجره بالطاوله او ايده على الطاوله او اجره بالارض ويقول انا اذا بروح الوزراء على سوريا بدي استعيد مثلا افترض، ما عمل هالشيء، قال هذا موضوع نحن بروحه مش البعض بيقول لانه هذه التسويه اللي اصلا انتجت انتخاب الرئيس في وضع ما بعدها في مرحله جديده في مرحله جديده يعني كان من ضمنها الرئيس الحريري يعني اصبح رئيس يمكن تفرض عليه حدودا معينه في تفصيل انه والله بدنا نتعاطى ولا لا، بس في الرئيس الحريري من شيء ست اشهر يمكن طلع على طرابلس وقال طلع تصريح ان طرابلس ستكون كمدينه وكمرفأ هي مدخل الى دخول الى سوريا بمرحله اعمار سوريا. طيب انه اللي عم بيقول هالكلام شايف بعيونه
انه في مرحله جديده بسوريا وفي رايحين على مرحله اعمار. ولماذا اذا التصريحات العلنيه او التنصل من مباركة هذه الزيارات ارضاء لمن تسجيل موقف؟ اول شيء في حسابات اقليميه، كمان الرئيس علي حرير الان علاقته بالسعوديه ما راح يقدر هلا بهاللحظه يطلع من هالعلاقه مع السعوديه لانه عنده حساباته. ثاني شيء في جمهور صاروا عم يتعبأ ضد النظام السوري 4-5 سنين ما راح يجي يطلعوا منه، وثلاثه في منافسين موجودين على الارض عم يستغلوا هذه الامور ليعبقوا. لكن انا ما بوقف قدام التصريحات، بوقف قدام الوقائع. نعم. امبارح هلا كنا عم نسمع بيحكي عن الكهرباء، يمكن بيقول لك الواحد انه هذه شغله كانت موجوده وبدها تستمر. عم ناخذ من سوريا كهرباء. هلا ما نرجع نكرر من قال حكي بالتطبيع انه في سفير وفي علاقات وما انقطعت العلاقات طيله 5 سنين. نعم. كله هذا للماضي، لكن الشيء الجديد انه في حكومه سوريه عم تطلع تمسك الوضع ببلادها افتراضا، حبيناها او كرهناها، عندنا ملاحظات على الرئيس بشار الاسد او على النظام بسوريا، ماشي، بس هذا النظام هو اللي عم يمسك الارض، طب انا شو بعمل كبلد؟ مثل ما بده يصير بالاردن، بتركيا، حتى السعوديه وقطر، هالدول اللي كانت هي وراء حمله القطيع مع سوريا، هي بكره بدها تروح ستتراجع ايضا هذه الدول. كلهم رح ينسقوا، في معلومات عم تنشر، اتصالات مع الحكومه السوريه وبحث، وبكره رايحين على تسويات، يعني اذا مش يعني بالضروره بالشكل السريع. نعم. بس اللي عم بيصير بالاستانه شو عم بيصير؟ اللي عم حاولوا يعملوه امبارح بالرياض توحيد المعارضه السوريه، لانه في شيء جديد عم بيصير ميدانيا. طب نحن لبنان اكثر بلد سيستفيد من ترتيب الوضع بسوريا بكل المجالات، وسيكون هو اللي بده يغيرنا وضعنا الاقتصادي والمعيشي، لانه سوريا هي مكان. يعني سنشهد برايك، تنعود للسؤال الاساسي، يعني مرحله ما بعد معركه الجرود وكل ما رافق يعني هذه المرحله من مواقف وتطورات، يعني سنشهد مزيدا من الدفع باتجاه التطبيع مع النظام في سوريا بعد هذه المعارك؟ هذا توقع، يمكن الامور ما راح تمشي بوتيره سريعه بالمعنى، لكن الوقائع ستفرض على لبنان، بكره الجيش اللبناني موجود على الحدود ومقابله الجيش السوري. حزب الله موجود يمكن بمرحله مؤقته، لانه حزب الله ما راح يضل موجود على طول، وقال سمحت السيد حسن باخر خطاب انه سننسحب من جرود عرسال، بده يستلم الجيش اللبناني. طب بمقابل الجيش اللبناني مين في الجيش السوري، بده يصير في تنسيق ميداني عملاني بشكل او باخر، خصوصا انه تهديدات بتمس الطرفين، يعني هذا على المستوى الامني والعسكري. طب بكره الحدود فتحت وقدرت الحكومه السوريه فتحت الممرات، بده يرجع لبنان يصدر انتاجه الزراعي او الصناعي، او بده يكون ممر ترانزيت لبنان، طب وين بدنا نروح نحن؟ نضلنا مخبيين عيوننا، لا ما بدنا ننسق مع هذا النظام، طب مين في بعض بيقول لك انه مثل ما بدنا ننسق مع النظام لازم نروح ننسق مع المعارضه، طب المعارضه وين موجوده؟ بادلب؟ نحن شو لها علاقه بادلب الان كمنطقه، او بشمال شرق سوريا الاكراد مثلا، أو بجنوب سوريا، حتى جنوب سوريا واضح الآن ترتيبات عم تستكمل لاستكمال منطقة خط التوتر. طيب هذا الواقع الجديد سوريا والجديد أيضا عند الحدود اللبنانية السورية، يلي هو مثل ما عم تقول الناس كلها شايفة أنه في محور تقدم وحقق إنجازات معينة، وبصلب هذا المحور حزب الله اللبناني. كيف سيستثمر حزب الله تحديدا هذا الامر في الداخل؟ تقول انه لبنان محكوم بان يكون في الوسط او ان يكون متوازنا يعني من خلال علاقته بالمحاور المختلفه، ولكن فائض القوى يقلق كثيرين في الداخل يعني اللبناني، كيف سيتصرف حزب الله حيال هذه القوة؟ ليست المره الاولى التي حزب الله يحصل على فائض قوه، يعني بعد تحرير جنوب لبنان بال 2000 كل الناس سالت ماذا يريد حزب الله؟ طبعا يومتها الزميل المرحوم جوزيف سماحة أطلق تلك العبارة أن لو أحد حرر لبنان غير حزب الله لكان حكم لبنان، العبارة جينا 2006 اللي هي قمة الإنجاز اللي حققه حزب الله بظل ظروف صعبة، رحنا على أحداث أيار، حزب الله اخر شيء كان مطلبه تشكيل حكومه جديده برئاسه الرئيس سنوره، تشكلت حكومه اليوم توسعت، بس لكمل توسع نفوذ يعني الحزب بس وقود. بالاذن يعني انا ما بحب احكي كثير يعني، لكن بهالنقطه تفضل. سيد حسن اجاب سؤال كثير مهم بخطابين، في خطاب يمكن ما اخذ اهتمام قبل شيء سنه تقريبا كان عم يخاطب التعبئه التربويه، قال لهم لا نريد ان نحكم لبنان، لا نريد ان نسيطر بالمعنى اللي هلا بينحكى انه نعم. في كلام كثير الان انه حزب الله سيغير النظام السياسي، وانا من الاشخاص اللي بجلسات خاصه وداخليه كنت عم بطرح انه طب حزب الله بالاخير ماذا يريد مقابل سواء سلاحه
أو إنجازاته. نعم. سيد حسن من آخر خطاب قال بوضوح نحن ما بدنا نستثمر هذا الانتصار في الداخل. ما هو بيفرض يعني حتى لو هو منا إرادة، القوة بالنهاية بتفرض نفسها على أرض الواقع. يعني لبنان، وهذه ميزة الوضع اللبناني، إنه مهما كبرة، وهذه جربناها نحن أيام الفلسطينيين، أيام الحركة الوطنية، إنه ما حدا يقدر يحكم لبنان لوحده على صغر لبنان، لكن ميزة هذا التنوع السياسي والطائفي، هذه ميزة لبنان اللي يمكن رئيس حسين الحسين دائما بيركز فيها، إنه في بلبنان ثلاث أربع ميزات مهما صار فيه بتضلها تميزه، الحريات، التنوع، العيش اللي رغم كل مشاكله لا يزال محافظ. في نقطة جديدة أنا برأيي هذه حزب الله ما يأخذها من الاعتبار، حزب الله يريد الحفاظ على الاستقرار الداخلي، لأنه معتبر إنه هو أمام تحديات كبرى بالمنطقة، ما بده يروح ما جرى في صراع داخلي، وإلا حزب الله إذا بده وإن كان كمان مش سهل، لأنه حزب الله جرب بعد 2008 وأخذ بيروت افتراضا بتلك الأيام الصعبة، لكن هو بيعرف أنه استمرار بهذا الوضع سيضره ولن يفيده. حزب الله عنده رؤية استراتيجية، نريد من لبنان الاستقرار. طبعا أنا برأيي حزب الله هو على نمط ثاني بالسياسي، الذهاب إلى تشكيل ما يسمى جبهة وطنية لإدارة الوضع اللبناني الداخلي، تكون لها مشروع، مشروع إصلاحي، مواجهة الفساد. هذا مشروع لن يستطيع حزب الله لوحده يعمله. بس يعني هون مسألة الاستقرار الداخلي هو بيد الحزب، يعني اليوم الحزب يريد الاستقرار كما تقول. صحيح. وحريص عليه، يعني بس إيد وحدة يعني ما بتزقف، يعني هو ممسك بهذا الأمر، هو الاستقرار بإيده، لأنه هو يمتلك ماذا لو أراد عدم الاستقرار، يعني أيضا بإمكانه أن يتحكم هو بهذا الأقوى الأمر. يمتلك سلاح يستطيع أن يخرب، لكن كمان في أطراف أخرى بالمقابل مقتنعة بأنه هي بدها تحمل استقرار. يعني هلأ لو أن الأطراف الأخرى لا تستطيع أن تمتلك نفس إمكانيات حزب الله، سواء افتراض حزب تقدم اشتراكي، تيار مستقبل، قوى إسلامية متنوعة، لو أخذت قرار أنه بدها تخرب على حزب الله افتراضا وتأخذ حزب الله على صراع، وشفنا عشنا ثلاث أربع سنوات بحالة توتر، تقدر تقلق حزب الله أو تزعجه أو تعملوا مشاكل، مهما ما بيقدر حدا. نحن أيام حركة أمل والحزب تقدم اشتراكي حاولوا يسيطروا على بيروت، وفاتت بيروت بأزمة، حرب العلمان ومشاكل مرابطون، ما قدر حدا يسيطر على البلد. حزب الله صحيح يمتلك الإمكانيات لكنه لا يستطيع أن يحكم البلد، وهو لا يريد. والقوى الثانية الآن مصلحتها استقرار. نحن يمكن بلقاء غير معلن مع الأستاذ أحمد الحريري مع كوادر الإسلاميين، يعني قال بصراحة نحن عملنا قراءة لكل تجربنا الماضية، اكتشفنا أنه لا خيار لنا إلا الاستقرار والتوافق مع حزب الله، حتى لو اختلفنا معه بالشأن الخارجي، ما هذا البلد لا يستطيع أحد أن يحكمه. هذا ربط النزاع يعني؟ يعني أنا برأيي أكثر من ربط نزاع. لا لا، أكثر من ربط نزاع، في رؤية صار عند تيار المستقبل ومن يتحالف معه، رؤية واضحة. حتى أنا برأيي القوات اللبنانية رغم الدكتور جعجع بيحاول أحياناً يعلي الصوت بمحلات معينة، حزب الكتائب إذا بتيجي بتحاوريهم بشكل خاص ما لهم خيار الا انه يتوافقوا مع حزب الله، اذا مش اليوم بكره. يعني هون بتذكر يعني تشبيه مره استخدمه وزير الداخليه، انه هذا المشنوء شبه انه كانه حزب الله عندما يعود من سوريا سوف يكون كالفيل الذي يدخل غرفه من الزجاج، فبالتالي انه لازم اجباري يعني حالنا ستتحطم واجهات الزجاج لما بده يدخل عليها هذا الفيل، سوف يكون وكانه اكبر واضخم بكثير من لبنان. هذا نفس التعبير يمكن كمان سمعناه من بعض قيادات تيار المستقبل، انه هن عم بيفكروا ماذا بعد عوده حزب الله من سوريا. انا اللي شايفه وعم بصبر الشخصي من خلال قراءتي، من خلال معرفتي بتجربه حزب الله، من خلال استماعي لقياده حزب الله، ان حزب الله سيعود من سوريا وسياتي يوم يعود اكثر عقلانيه، لانه الامور التي ادت لما جرى بالعراق وبسوريا ستعطي درس للجميع، انه اذا ما في استقرار داخلي بترجع التطرف، والتطرف بياكل الجميع. يعني طالما في قوى سياسيه تحمي الاستقرار وتمرت تروح على صراع، هيدا التطرف بتسكر طريقه، لانه مواجهه التطرف سواء كان اسم داعش او القاعده او النصره، مش بس مواجهه عسكريه، في مواجهه سياسيه. اذا بتعمل مراقبه للدول، كل ما بيصير بدوله ما صراع سياسي، كل ما التطرف بيدخل للدولة أو طائفة أو مذهبي، كل ما بيصير في عدم استقرار أمني ما في دولة مركزية بيجي هالتطرف بيقدر يأثر. بالعكس بس يكون في دولة مركزية قوية أو في استقرار داخلي بتقدر
على الأقل تخفف من أشكال التطرف. فهيدي إذا بتراقبي بتونس، بمصر، بليبيا مثلاً، بالعراق. الآن حزب الله أنا لازم يكون عم بيقرأ تجربته، لأنه طيب هو ما بيمنع داعش والنصرة يرجعوا على لبنان أو يرجعوا على سوريا إذا ضبطت الأمور بسوريا، بس من خلال عمل عسكري وأمني. بده يصير بسوريا في نظام سياسي بياخذ باعتبار مصالح كل الفئات والأطراف، وهذا اللي راح يحمي سوريا مستقبلا. وبلبنان نفس الشيء. مواقف قادة حزب الله حتى الآن، مش دفاعا عنهم أنا بس على الأقل عم يقرأ الواحد، إجا هلأ الشيء اللي أشرت إله، الأداء الإيراني لوقت ما يجي، هلا ما نحكي عنه بالتفصيل بعد الجولة. مساعد وزير خارجية إيران عم بيجي وعم بيشوف كل الناس اللي مختلفين معهم أو متفقين، بقول نحن نريد حماية استقرار. نقرأ في أهمية هذه الزيارة في توقيتها وأهدافها. طبعا نقرأ أيضا في الموقف السعودي حيال كل هذه التطورات، يعني أي خطة يمكن أن تعتمدها السعودية حيال هذا الأمر وغيرها من المواضيع بعد جولة لآخر وأبرز ما ورد في صحف هذا اليوم مع ميشا. شكرا كاترين، ونبدأ بفقرة الصحف. نبدأها من جريدة الأخبار. استراحة للجيش قبل الهجوم الأخير. أبلغت مصادر عسكرية الأخبار أن قيادة الجيش أجرت تقييما للأيام الثلاثة الأولى من معركة إنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وتوصلت إلى خلاصات منها: أولا، النجاح في وقت قياسي في طرد إرهابيي داعش من غالبية الأراضي اللبنانية والضغط عليهم للانتقال إلى الأراضي السورية وتشتيت قدراتهم التنسيقية على الأرض. ثانيا، محاصرة بقية المجموعات في جيب مفتوح على الأراضي السورية، لكن فيه خصوصية على صعيد التضاريس والكهوف والطرق الفرعية، ما سيجبر القوات المهاجمة على اعتماد تكتيكات خاصة. أما ثالثا، تعثر كل محاولات الوصول إلى نتيجة حاسمة في ملف المخطوفين العسكريين، إذ إن قيادة الجيش لا تملك بعد الإجابة الواضحة حول هذا الملف، وهي تدعم المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويتم التنسيق معه من قبل قيادة الجيش ومديرية الاستخبارات بشكل مستمر. ووفق هذه الخلاصات، وجدت قيادة الجيش أنه قد يكون من المناسب وقف العمليات الهجومية في الوقت الحاضر وتوفير وقت راحة للقوات المشاركة في المعركة وإجراء عملية تبديل طفيفة ونقل تعزيزات إضافية وتثبيت النقاط التي جرى التقدم صوبها، فضلا عن العمل على استطلاع إضافي لآخر مربع يوجد فيه عناصر داعش، بغية الحصول على أكبر معلومات تتعلق بعمليات التفخيخ الموجودة والتي قد تشكل عائقا أمام القوات المهاجمة أو توقع في صفوفها خسائر، ولا سيما بعد سقوط شهداء للجيش بسبب المتفجرات فقط. ونبقى مع الأخبار أيضا. لقاء موفد فرنجي مع جعجع عبارة عن حمام زاجل وتسجيل نقاط على باسيل. ذكرت الأخبار أن تسريب خبر زيارة الوزير السابق يوسف سعادة لمعراب الجمعة الماضية ولقائه رئيس القوات سمير جعجع إلى الإعلام أتى من جانب المردة، وتحديدا بإصرار من رئيسها سليمان فرنجية بحسب مصادر مطلعة. لم يرد رئيس المردة أن يزور موفده مقر قيادة القوات تحت جنح الظلام حتى يتمكن من تسجيل النقاط والتعليم على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. عنوان اللقاء استكشاف النوايا والبحث في كل القضايا، ولكن بعمومية من دون الغوص في التفاصيل كما تقول مصادر ابن شعي، حتى أنه لم يبحث في ترتيب لقاء بين رئيسي الحزبين. المصادر المطلعة أكدت أن اللقاء لم يسجل عمليا أي تطور إيجابي أو سلبي، باستثناء أنه كان عبارة عن حمام زاجل في اتجاه كل من رئيس الحكومة سعد الحريري وجبران باسيل. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن فرنجية وجعجع يدركان جيدا على أي أساس يلتقيان وحدود مناوراتهما السياسية، من دون أن تسقط من حساباتها أن كل الأطراف بدأت قبل انقضاء العام الأول من ولاية الرئيس ميشيل عون البحث في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الثلاثة، أي باسيل، فرنجية، جعجع، مرشحون طبيعيون إلى هذا المنصب، ومن الطبيعي أن يسعوا إلى قطع الطريق أحدهم على الآخر. أما المصالحة الحقيقية بين المردة والقوات وانتهاء مفاعيل توظيف مجزرة إهدن في الزواريب السياسية لن يحصلا قبل لقاء فرنجية وجعجع، ولكن زيارة سعادة لمعراب ورقة ستستفيد منها القوات اللبنانية في سعيها الدائم إلى تنظيف سجلها في الحرب الأهلية. لا توافق المصادر المطلعة على ذلك، وتؤكد أن فرنجية أحسن في انفتاحه وطنيا على القوات عوض البقاء في ابن شعي، لأنه لم يتبقى لديه حليف حقيقي سوى حزب الله وحركة أمل.
ولكن بالنسبة إلى مصدر مسؤول في القوات اللبنانية، تعكس الزيارة إصرار الطرفين على مواصلة التنسيق السياسي بينهما، لا سيما في اللحظة التي تعود فيها الملفات الخلافية إلى الواجهة. فوزير المردى زار سوريا والقوات كانت رأس حربة ضد هذه الزيارة، مع تأكيده أن لقاء سعادة بجعجع عادي ولا يعتبر تطورا أو خرقا. يلتقي كلام مصدر القوات مع ما سرب من جانب المردى عن أنه بعد زيارة وزيري القوات لبنشعي تأتي هذه الزيارة لتعكس حرص الطرفين على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة تحسبا لأي تطورات. ويوضح أنه إذا أراد الفريقان التحالف انتخابيا لا يمكن القيام بذلك من دون تمهيد الأجواء وترتيب العلاقة بين القاعدتين كي لا يبقى على طرفي نقيض، مع إدراك الطرفين أن الأمر شبه مستحيل لوجود موانع كثيرة. يقارب مصدر القوات الأمور بواقعية ويسأل: هل لقاء الجمعة يمهد لاجتماع جعجع وفرنجية؟ كلا. وهل ظروف لقائهما أصبحت متوافرة؟ كلا. من دون أن يستبعد أن لا شيء يمنع اجتماع رئيسي الحزبين، لكن في الوقت المناسب. وننتقل إلى صحيفة النهار ومقال تحت عنوان: أي أبعاد حملتها زيارة الموفد الإيراني إلى بيروت هذه المرة؟ يستكمل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري جولته على المسؤولين اللبنانيين، وفي برنامج زيارته لقاءات عدة مسكوا ختامها لقاء يجمعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ووفق معلومات رشحت من أكثر من مصدر، فإن طهران اختارت أن تكون زيارة أنصاري من طبيعة مميزة لا من لون الزيارات الدبلوماسية العابرة، لذا شاءت أن يكون موفدها هذه المرة إلى بيروت أحد أبرز الصاعدين في فضاء دبلوماسيتها وأكثرهم حركة وشهرة، فضلا عن أنه مرشح ذات يوم لتولي منصب رئيس هذه الدبلوماسية. ومع أن مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي حرصت على الإشارة إلى عدم وجود قطيعة في الأصل بين زعيم المختارة من جهة وطهران من جهة أخرى، ذكرت بأن السفير الإيراني في بيروت ظهر أكثر من مرة في كليمانسو في مناسبات عدة، يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال التواصل المستمر مع قيادة حزب الله، فضلا عن أن زعيم الاشتراكي خفف إلى أدنى الحدود تصريحاته ومواقفه السابقة النارية المناهضة لمحور الممانعة وواسطة عقده النظام في دمشق. فإن ثمة من يصر على التوقف أمام بعد استثنائي للزيارة، إن لجهة التوقيت أو لجهة المضمون. المصادر إياها أبلغت المتصلين بها أن لقاء كليمانسو الليلي بين الوفد الدبلوماسي الإيراني وبين النائب جنبلاط تركز على عموميات الوضع والمستجدات في لبنان وفي الإقليم، وضرورة البحث عن سبل لخفض مستوى التوتر والاحتقان والتنابذ الحاصل بين طهران وجيرانها مع المنظومة الخليجية، خصوصا في المرحلة المقبلة بعدما أوشكت مرحلة صراع الإيرادات والقوى أن تنتهي. ومع ذلك فإن المعنيين وجدوا استثنائية في اللقاء من خلال اهتمام النائب جنبلاط نفسه باللقاء وحرصه على إطلاق مواقف مسهبة نسبيا خلافا للمعتاد، وهو يقف أمام العدسات إلى جانب الضيف الإيراني، وهي مواقف انطوت على دعوة تصالحية تسوية بين إيران وخصومها العرب، مما أوحى للراصدين بأن زعيم المختار اختار مناسبة الزيارة الإيرانية لتكون منصة يبعث من خلالها برسائل إلى أكثر من جهة توحي بمرونة أو على الأقل باستعداد لمغادرة مواقف سابقة يدرك من يعنيهم الأمر. وفي موضوع مختلف، وصحيفة الجمهورية تحت عنوان: عقدة الأقساط تنفجر، هل يتحرك الأهالي قبل لحس المبرد؟ أوضح مصدر تربوي مسؤول للجمهورية أن لا وضوح حول بداية العام الدراسي، كله وارد من ضمن الاحتمالات التأخر في إطلاق السنة الدراسية، مشيرا إلى أنهم يتمنون لو نقفل مدارسنا، لكن هذا من سابع المستحيلات، لن نقدم لهم على طبق من فضة ما يحلمون به، مؤسساتنا التربوية شكلت وجه لبنان الحضاري، وأكد أننا لسنا هواة مشاكل ولن نسيء إلى مؤسساتنا مهما كانت الظروف، سندخل في تفاهم خاص مع الأهالي والأساتذة بمعزل عن الدولة لنتفق على كيفية إطلاق السنة الدراسية بالتي هي أحسن. ولفت إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منزعج إلى أقصى الحدود من فكرة زيادة الأعباء على الأهل، لكنه لن يتجه إلى جمع النواب والقادة المسيحيين لأن المشكلة عامة
تعني القطاع التربوي الخاص برمته وعلى رجال الطوائف كافة والمعنيين التحرك. فالمدارس الكاثوليكية تشكل أقل من 20% من اتحاد المؤسسات التربوية. لذا لسنا وحدنا في الأزمة وعلينا التفكير بمنحى جامع. واعتبر أن الكرة الآن في مرمى لجان الأهل المفترض عليهم التحرك، لافتا إلى أن زيادة الأقساط قد تصل في بعض المدارس إلى 49% بحسب عدد التلامذة فيها. كلما ارتفع عددهم تدنت نسبة الزيادة، وكلما قل عددهم ارتفعت نسبة الزيادة على الأقساط. هذا كان كل شيء من صحف اليوم. فاصل ونتابع معه الحدث بعده الحدث مع الزميلة كاترين وضيفها. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي الكاتب السياسي قاسم قصير. اسمح لي استاذ قاسم قبل ما نتابع معك اخذ اتصال مباشرة من رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جابور للوقوف على آخر تطورات العلاقة بين القوات والمرضى. صباح الخير استاذ شارل. أهلا وسهلا فيك، بس مش عم نقدر نسمعك منيح، ما بعرف إذا ممكن بفضل نرجع نعود الاتصال معك استاذ شارل حتى نقدر نسمعك بشكل واضح. لحظات ونرجع بناخذ الاتصال اذا مع رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانيه شارل جابور. هون تعليقا هيك على التطورات الداخليه، يعني امبارح شفنا مناقشه عامه، طبعا نحكي معك بعد شوي مثل ما قلنا بزياره المفد الايراني، ولكن قبل يعني مناقشه الحكومه بجلسه عامه شفناها مباشره على الهواء بالامس، شو تعليقك عليها استاذ قاسم، خصوصا يعني وانه البعض شافها نوع من مسرحيه وملهات للبنانيين؟ في عنصر ايجابي يمكن بالوضع السياسي اللبناني انه رجعت المؤسسات الدستوريه والسياسيه عم تشتغل بشكل ولو شكليا. برايي هلا ما فينا نقول شكلا، بس نحن امام تحالف حكومي واسع. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء انه لو ما استاذ سامي جميل انه هو معارض الان ما كنا شفنا هذا الانتقادات يعني. وانا برايي يمكن من مصلحته، هذه اصلا ميزه الديمقراطيه، وجود دائما ما يسمى المعارضه، يعني لازم يكون باي نظام. طبعا اذا ان شاء الله بعد الانتخابات المقبله بيصير عندنا تحالف حكومي وتحالف معارضه، يعني يصير في عندنا معارضه حقيقيه. الاهميه جلسات مجلس النواب انه على الاقل بتلقي الضوء على بعض الملفات، بعض المهمات. طبعا ما رح توصل لمحل لانه يعني بالنهايه ما حدا رح يحاسب نفسه، الحكومة كلها موجودة بمجلس النواب. هيدي المشكلة يعني انه معظم معظم مجلس النواب موجود بالحكومة، لا رح تنطرح الثقة بالحكومة ولا حتى سمعنا انه طرحت ثقة بوزراء معينين، يعني رغم انه في ملفات على الاقل في علامات استفهام كثير حولها. عم نسمع ملفات عم تطرح، نعم. اسئلة عم ذاك رئيس الحكومة مضطر انه يجاوب، يعني يقدم حصيلة اداء. هذا جزء من يعني بديش اسميه فولكلور لبنان، لا انا جزء من الواقع اللبناني لازم علينا ان نحافظ عليه، لكن ان نطوره باتجاه المحاسبه الحقيقيه. اسمح لي ارجع اخذ الاتصال مع استاذ شارل جابور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانيه. صباح الخير من جديد استاذ شارل، عم تسمعنا؟ صباح الخير، الف عافيه. وبخليني بالمناسبه كمان وجه تحيه للزميل قاسم، يعني على رغم خلافنا بملفات كثير كثيره احنا وياه بنحيي فيه على طول اسلوبه الحواري المميز يلي بيميزه كشخصيه سياسيه نحن بنحبها وقريبه لنا. شكرا شكرا، تحياتنا لك استاذ شارل. استاذ شارل، يعني الهدف من هذا الاتصال اليوم الوقوف على نتائج او على اخر التطورات في العلاقه القواتيه مع تيار المرده، خصوصا بعد زياره الوزير يوسف السعادي بالامس لمعراب. ماذا تعني هذه الزياره؟ الى اين تريد القوات ان تصل مع المرده على مستوى هذه العلاقه؟ بالحقيقه هذه الزياره اتت من ضمن سياق طبيعي بدا من فتره طويله، ينشغل على يعني طي الصفحة الخلافية بين القوات اللبنانية والمرده. احنا بالحقيقة حريصين مع معظم القوى السياسية في لبنان انه ان نتعاطى من خلفية انه في خصومة سياسية بملفات وبقضايا وبمسائل معينة، بس ولكن خلص احنا كلنا سوا مكونات لبنانية، يجب صفحة عدائية
التي تنتمي الى زمن الحرب الاهليه ربما او بعد، ربما يجب ان تطوى. وبالتالي هنالك الكثير من الملفات التي نتقاطع حولها، وكثير من الملفات ايضا وربما الاهم التي نختلف حولها، بس ولكن من غير المسموح ان يتحول الخلاف حول تلك الملفات الى خلافات سياسيه تنعكس توترات على ارض الواقع بين جمهور هذا التيار او ذاك التيار. عم احكي بشكل عام. نعم. انطلاقا من هذه القراءه رحنا على 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 تفاهم نحن والتيار الوطني الحر، بدا مثل ما بدا اليوم مع تيار المرده وقدر قطع اشواط كثير كبيره، وصلنا لتفاهم سياسي من طبيعه استراتيجيه على المستوى الميثاقي وليس على المستوى السيادي، انتج انتخابات رئاسيه. اليوم ايضا مع تيار المرده نحن بالحقيقه فعلا قطعنا شوط كبير، يعني فيك تقولي زميلتي كاترين انه العلاقه بيننا وبينه للمره الاولى منذ بدء الحوار بيناتنا نوصل لهذا المستوى من التفاهم. هلا لا شك انه هذا التفاهم باللحظه الحاليه لا نعتقد لا نحن ولا هم انه ممكن ان يقود الى ترجمه عمليه على ارض الواقع. نحن واقعيين وهم ايضا واقعيين، بس ولكن اهميه اللي عم بتصير انه خلص نحن وياهم بقناعه مشتركه عم نسكر الصفحه الخليفيه، تنقول في خصومه بملفات بتبلش بالموضوع السوري وما بتخلص بموضوع حزب الله ودوره، بس ولكن هذا لا ينفي انه ايضا في تقاطع حول مسائل وملفات عم نلتقي فيها بالحكومه وممكن نلتقي فيها بامور اخرى، وايضا في دائره انتخابيه بتجمعنا، قد نتحالف وقد لا نتحالف، وفي الحالتين هذا الامر لن يفسد في الود قضيه. نعم، بس يعني هون عم تقول انه مش بالضروره يكون في ترجمه عمليه فعلية حاليا، وأتيت على سيرة الانتخابات، ولكن بالتحليل المنطقي لا يمكن فصل هذا التقارب حتى ولو كان بلش من فترة سابقة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولا ممكن الفصل. وبالوقت نفسه ما ممكن أيضا ما نتذكر أنه أنتم أيضا بالوقت نفسه بالتزامن على علاقة متوترة مع التيار الوطني الحر الذي هو خصم تيار المردة في هذه المرحلة، فهون كيف يمكن التوفيق وهل يمكن الفصل بين كل هذه المعطيات المتزامنة؟ إذا تسمحي لي بنت كاترين ميز بين المسألتين. المسألة الأولى، أولا نحن ما بنحب إطلاقا يعني تجاه قواعدنا وتجاه نحن تعودنا هيك، ما بنحب ناخذ قرارات وتوجهات تكون مفاجئة للقواعد تبعنا، نحن أي خطوة بناخذها تكون متكاملة مع البيئة اللي نحن بنمثلها، وبالتالي إيه هذا الانفتاح. نحن عم نقول إذا راح ربما نتحالف انتخابي ما، وهذا شيء منه محسوم لأنه لعدة مرضى، لا ظروف الوقائع بتأكد هذا الشيء، إنه ما يكون لا تكون انعطافة حادة، تكون شيء بشكل تلقائي وطبيعي من ضمن ظروف طبيعية، لأن نحن هيك بنشتغل، والتفاهم مع التيار الوطني الحر ما صار بين ليلة وضحاها، أخذ نقاش معمق، وبالتالي هذا مسار طويل لازم نروح على هذا المحل. الأمر الآخر متصل بالتيار الوطني الحر، مع التيار الوطني الحر كل هذا الجو، نحن بدنا نعود التيار الحقيقة على هذه العلاقة، نحن عم نقول هيدا امبارح مثلا أثنينا وكان عندنا فن كثير كبير لموقف الوزير شبران بكيل وموقف رئيس الجمهورية من موضوع العلاقة مع سوريا والتنسيق مع سوريا، وأيضا لدور رئيس الجمهورية بموضوع الحرب بجنود رأس العلبك، ولكن نحن نميز، وأيضا بموقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بموقف قانون الانتخاب، بس ولكن إذا اختلفنا بموضوع الكهرباء وموضوع آلية التعيينات وعندنا نظرة مختلفة ونهج مختلف حول النظرة للشأن العام، هذا لا يجب أن ينعكس سلبا على الملفات الأخرى. يعني التيار غير منزعج اليوم من هذا التقارب برأيك؟ لا يفترض ذلك اطلاقا، نحن ما عم نعمل تقارب مع المرده لحتى نحن نقطع الطريق على علاقه مع التيار، بالعكس نحن عم نعتبر انه لازم كل البيئه السياسيه نحن موجودين فيها نزيل من التوترات القائمه ونقدر نشوف وين في خطوط تواصل نقدر نغنيها من اجل اذا بدك يعني نروح على تعدديه سياسيه تغني الحياه الوطنيه، ويكون في تقاطعات على القطعه مع كل طرف سياسي بما يؤدي الى يعني الى تسخيم الحياه السياسيه والوطنيه. نعم، بس حتى اختم معك استشار، قلت لي انه التحالف الانتخابي وارد وبنفس الوقت غير وارد، بعده مش محسوم ولكنه احتمال موجود. اليوم بالنهار كاتبين انه مشروع تحالف انتخابي مرده وقوات ومعوض وكتائب وحرب وبسيل وحده مع القومي. بدي منك تعليق. انا رايي مش مضبوط هذا الكلام، لا يمكن، ما في شيء محسوم على مستوى لبنان
الا تحالف واحد هو تحالف ثنائي شيعي. خارج الثنائي الشيعي لا يمكن الكلام عن اي تحالف باي مكون سياسي. الامور مفتوحه مع كل التيارات ومع كل الاحزاب، وبالتالي من المبكر جدا من الكلام من هذه اللحظه عن هذا التحالف، وبعتقد انه هذا المحطوط هذا تقدير وتحليل ولا علاقه له بالمعلومات او بالمعطيات الفعليه. شكرا كثير لك استاذ شارجة بورا، جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانيه. اعود اليك استاذ قاسم، عندك شيء تعليق على هذا الموضوع؟ موضوع الاتصال. حي الزميل والصديق استاذ شارجة، يعني وشهادته وبعتز فيه يعني وبشهادته. لا، من الواضح انا برايي انه القوات اللبنانيه عم بتعيد اداره تحالفاتها السياسيه الان. الدكتور سمير جعجع طبعا هذا ليس مخفيا مشروع رئيس جمهوريه مقبل، نعم، وعلاقته بالاطراف اللبنانيه تتطلب اعاده ترتيب يعني. حتى يمكن موضوع حزب الله بعده ما بين، لكن من ضمن يمكن انا كانت المعلومات انه حزب الله احد نقاط الاساسيه اللي كان باشكل بالعلاقه مع القوات هي اشكاليه علاقه القوات بتيار المرضى والاستاذ سليمان فرنجيه، انه كانوا من ضمن انه سليمان فرنجيه حليف لحزب الله. يعني هذه خطوه باتجاه حزب يعني الله، يعني ممكن تمهيدا ممكن ربما يعني، لانه كان من ضمن الامور انه ما في حزب الله يروح على حوار مع القوات اللبنانيه اذا في مشكله، بسبب لأن ليست مشكله سياسيه هي، نعم، في مشكله الى بعد شخصي، الى بعد بسبب جريمه اغتيال والده ل استاذ سليمان فرنجي واسرته يعني. نعم. بالاضافه لقضيه الرئيس عمر كرامي. نعم. كمان رئيس رشيد كرامي. واضح الدكتور جعجع بالفتره الاخيره رغم انتهاء اداته لحزب الله، لكن حاط براسه كيف يعيد ترتيب علاقته مع القوى السياسيه تمهيدا. نعم. لانتخابات رئاسيه بدها تصير يعني. نعم. بعد نهايه عهد ميشيل عون. هلا موضوع الانتخابي كمان، وهذه اعلنت يعني، كان تحالف القوات والتيار ما قبل قانون الانتخابات كان تحالف متماسك ونجح انه يساعد بوصول العماد ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه، تشكيل حكومه جديده، القوات اخذت الحصه كبرى فيها بالنسبه للقوى السياسيه، لكن طبيعه قانون الانتخابات ادت الى اعاده النظر بالتحالفات الانتخابيه، يعني لم يعد يعني محسوما مثل ما قال استاذ شار التحالفات الانتخابيه باستثناء يمكن اللي عم بقوله مضبوط تحالف حزب الله وحركه امل. حتى انا بدي اضيف أمل وحزب الله بالانتخابات المقبلة سيتحالفان لكنهم سيتنافسان، لأنه بالصوت التفضيلي، صوت تفضيلي. ما عاد حزب الله قادر يجير قوته الانتخابية. حتى هون البعض قال بيقدروا يتفقوا يعني تكون موزعة سيكون الأمر سيكون الأمر صعب سيكون الأمر صعب. ما فيك أنت تاخذي قاعدة انتخابية لتروح على صوت تفضيلي، فيك تاخذيها لتصوت للائحة مضبوط، بس ما فيك تقولي له لكل ناخب انت روح اختار هذا المرشح، لانه راح يكون داخل كل لائحه حتى اللائحه المتحالفه راح يكون في تنافس، لانه مين بده يطلع باللائحه اللي بده ياخذ اعلى اصوات، فكل واحد بده يصير يجير كتلته الناخبه لصوته التفضيلي وبده يوزعها بطريقه منظمه، لانه راح يكون في تنافس. نحن هذا القانون الانتخابات رغم كل الملاحظات اللي صارت احد نقاطه الايجابيه انه سيوجد تنافس بين كل القوى السياسيه وسيعيد تشكيل التحالفات. بلشنا نشوف باقليم الخروب ترشيح الدكتور بلال عبد الله لهذه التقدمه، هذا اشاره انه في وضع جديد باقليم الخروب، بشوف مثلا مش راح نكون مثل ما كنا. وانا برايي ببيروت رئيس سعد الحريري حسب بعض مصادر تيار المستقبل يبحث عن مرشحين اقوياء، ما عاد في رئيس سعد الحريري يجيب مين مكان، ما بقى في حدا يرشح حدا ضعيف. بده مرشح قوي يقدر يجيب اصوات ويقدر هو ياخذ اصوات. نعم. يعني بده يجيب اصوات للائحه وبده هو يقدر ياخذ اصوات يفضلوه يعني على غيره. نعم. فلذلك يمكن التحالفات غير محسومه، لكن هناك خطه انا حسب ما معطياتي عم بيقوم فيها القوات اللبنانيه. طبعا ما يعني انا ما في زايد بالمعلومات على الاستاذ شار، لكن حسب يعني انا مره صار في لقاء مع الدكتور جعجع، واضح انه دكتور جعجع من الاشخاص اللي بيفكروا ما بيفكروا لليوم او لبكره، لا عنده خطه عم يشتغل عليها انا برايي تحضيرا لمعركه الانتخابات الرئاسيه مرورا بالانتخابات النيابيه المقبله يعني. نعم. وانتقالا الى او استكمالا لما كنا نتحدث عنه في المحور الاول، الادوار الاقليميه، لبنان اين في لعبه المحاور في المرحله المقبله، الدور الايراني في لبنان انطلاقا من زياره الموفد الايراني،
ما هي أهمية هذه الزيارة خصوصا من حيث توقيتها في هذه المرحلة بالذات؟ مثل ما كنا عم نقول انتصار في جرود عرسال، انتصار قريب في فجر الجرود، جرود رأس بعلبك والقاع، وإنجازات أيضا لصالح النظام في يعني سوريا. زميل أسعد حيدر المختص بالشأن الإيراني الكاتب بجريدة المستقبل وهو خبير بالشؤون الإيرانية رد على يعني صار في سجال على صفحة الصديق والزميل يقظان طقي ماذا تريد إيران من هذه الزيارة؟ فأستاذ أسعد حيدر كتب أن اختيار إيران لجابر الأنصاري ليأتي هالزيارة هو اختيار إيجابي، بمعنى أنه تم اختيار شخصية مثل حريصة على التواصل أو أنه بدأت تنقل لغة التواصل. تفاصيل الزيارات اللي تمت حتى الآن يمكن سواء اللقاء مع الأستاذ وليد جملاط بالذات يعني نظرا لخصوصية الأستاذ وليد جملاط، كمان مع لفتني لأول مرة موفد إيراني بيزور رئيس طائفة موحدين دروز الشيخ نعيم حسن ويتحدث بلغة عن أهمية طائفة موحدين دروز بالموضوع. واضح أن الإيرانيين شايفين أن احنا رايحين على مرحلة الجاي، وطبعا في تصريحات يمكن في تصريحات إيرانية أحيانا بتتناقض بين بعضها لأنه في صراع إيراني داخلي، لأنه في مين بيسأل أن إيران ماذا تفعل في سوريا، بيطلع حدا برد أنه احنا عم ندافع عن مصالحنا، احنا موجودين على الحدود. لكن واضح من خلال بعض معطياتي أنا الشخصية أنه إيران تفكر بمرحلة ما بعد صراع مع داعش. إيران لا تريد أن تكون أن تدخل بصراعات أخرى، تريد أن تسعى لتخفف من نقاط التوتر في المنطقة، لأنه كمان إيران أمام تحديات داخلية وخارجية. موضوع لبنان ما بعتقد أن الإيرانيين بدهم لبنان يصير ضمن محور. ماذا يريد الإيرانيون من إيراني لبنان؟ بأول شيء إيراني حريص على استقرار لبنان، بده يرتب علاقاته مع كل الأطراف خصوصا البيئات الإسلامية اللي كانت متوترة تجاه الوضع الإيراني واللي كان عندها ملاحظات على الدولة الإيرانية بسوريا. يعني في أطراف بيئة سنية يعني بشكل أساسي. طبعا هلا أستاذ وليد جملاط له خصوصيته واللي كان عنده اعتراض كثير على الدولة الإيرانية، لكن واضح أن أستاذ وليد جملاط بالفترة الأخيرة بلش يطلق مواقف وتصريحات جديدة. مثل ما شايفين نحن حزب التقدم الاشتراكي رايح على وضعية جديدة بعد يعني تسلم أستاذ تيمور جنبلاط في مرحلة انتقالية. الإيرانيين حسب معلومات وهذا كلام سمعته من أشخاص لهم صلة بالقيادة الإيرانية معتبرين أن هناك مرحلة جديدة يجب أن يكون في خطاب جديد تجسير الجسور مع القوى التي كانت معترضة، يعني سواء مستوى الإسلام السني حتى موضوع السعودية. الإيراني حريص على إعادة ترتيب العلاقة مع السعودية رغم كل الخلاف القائم. العراق ما يعني خوفانين الإيرانيين من أنه بعد ما تخلص داعش نفوت بصراع داخلي عراقي عراقي، لذلك عم يسعوا ليرتبوا الوضع العراقي الداخلي. ما نفوت بصراع منكون بمشكل مع داعش بيصير مشكل داخلي. موضوع الأكراد، الأكراد أحد أخطر نقاط التوتر في المنطقة. نعم صحيح. يعني بظل ذهاب الأكراد في العراق لاستفتاء إذا ما تخلوا عنه، تخوف من يتحول الوضع الكردي إلى لغم يفجر الدول اللي هي خاصة تركيا وإيران والعراق. سوريا الوضع الكردي يمكن محصور فيها، لكن نحن أمام تحديات. الإيرانيين واضح أنه بدهم يروحوا على تخفيف نقاط التوتر وإيجاد تواصل. الزيارة المهمة اللي ترافقت مع زيارة أنصاري رئيس أركان الإيراني لتركيا، وحسب المعلومات أنه لأول مرة رئيس الأركان بروح على بلد. الاتفاق اللي صاير بيناتهم واضح اتفاق مش عادي. هلا بيبقى المشكله السعوديه، انا ما عندي معلومات يعني، بس في مؤشرات انه في سعي لترتيب العلاقه، في عمليه وساطه يعني. يعني هلا السعوديين نفوا رسميا، في معلومات هون صحيح متضاربه وتم نفيها من قبل السعوديين، نفوا رسميا ان هناك، لكن يكونوا طلبوا من العراق بعض مؤشرات انه في سعي سعودي لترتيب الامور، لكن السعوديين مش مستعجلين. يعني السعوديين بعد عندهم تحدي استلام محمد بن سلمان ل يعني لإدارة السعودية بشكل كامل. يعني لا يزال محمد بن سلمان ولي عهد، مش هو الملك يعني. ويمكن بانتظار ما تحسم هذه المسألة حسب بعض المعلومات، هلا أنا مش متأكد منها، أنه بعد عيد الأضحى قد نشهد متغيرات في المشهد السعودي قد تدفع أو تمهد الطريق لإعادة تغيير السياسة السعودية. أي متغيرات يعني يمكن أن تفتح؟ يعني أول شيء أنه يتم تعيين محمد بن سلمان الملك، يعني لأنه محمد بن سلمان هون لا، مجرد أن عين وليا للعهد البعض رأى أنه الأمور ذاهبة إلى مزيد من التشدد على مستوى الموقف السعودي من مختلف ملفات يعني المنطقة. هلأ في وجهة نظر ثانية بتقول أنه هو كل همه محمد بن سلمان آخر شيء يصير هو الملك، يعني هذا المشروع. وعادة كل الفترة الماضية اللي عملها محمد بن سلمان يعمل ما يسمى العصبية
الداخلية التي تحيط به لا يقدر يتخلص من منافسينه داخل المملكة السعودية يعني بشكل أساسي. طبعا هذا طرح شعارات كبرى. هناك بعض المعلومات لكن أنا ما بعرف صحيح أنه في كان طلب من السعودية أو كان في توجه بلكي السعودية بتفتح صراع مع إيران. هذه صارت بعد زيارة ترامب للسعودية، لكن صحيح. المتغيرات اللي حصلت بعد هالزيارة هذا المشروع أنا برأيي لم يعد. أي متغيرات الميدانية يعني تحديدا في سوريا أم موضوع قطر الأزمة الخليجية؟ الأزمة الخليجية يعني كان في توقع أنه الصراع مع قطر أنه بيقدر يحسن بسرعة، لكن صمود قطر بتحالفها مع الأتراك ومع الإيرانيين بسبب وجود خلاف داخل الإدارة التركية لم ينجح تنجح المعركة ضد قطر. يعني الواحد شايف أن السعوديين والإماراتيين ما نجحوا يضغطوا على قطر ليغيروا السياسة القطرية باتجاه ما يريدون، ونشهد قطر تمتص الهجوم وتخلي الإماراتيين والسعوديين يرجعوا يغيروا بوجهات نظرهم. الموضوع التركي والباكستاني كمان نحن يمكن ما بنتابع ما يجري بباكستان. باكستان تعتبر حليف للسعودية، وكان رئيس وزراء باكستان هو أحد حلفاء السعودية الأساسيين. باكستان رفضت الانجرار وراء المطلب السعودي بالذهاب نحو صراع مع إيران، وتم تغيير رئيس الوزراء بحجة الفساد وإجا رئيس وزراء جديد. يعني باكستانيين ما عادوا بالمحور السعودي. إجا الملف التركي، التحالف أو التعاون التركي الإيراني كمان كان فيه بلحظة رهان سعودي على تركيا وصار في اتصالات، لكن بسبب موضوع قطر وتغير الموقف التركي هذا الاندفاع نحو الصراع مع إيران يعني وصل إلى حائط مسدود. إذن هنا انكفأت السعودية يمكن القول يعني منذ قمة أو قمم الرياض اللي عقدت مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويومها يعني كانت إيران الشر المطلق بكل البيانات الصادرة رسميا، وهي منبع الإرهاب ومركز الإرهاب وتمويله وما إلى ذلك. يعني كل هذه التحولات جعلت اليوم السعودية في موقف الضعيف أو المتراجع. هل يمكن نحن نشهد تراجع بالنسبة للسعودية؟ طبعا احنا يمكن اضفنا في نقطتين اساسيتين، ما جرى بالعراق وما جرى في سوريا، التغيرات الميدانيه واللي كمان انهت اي رهان سعودي على تغييرات. لا، راحوا السعوديين بلشوا يعملوا تطبيع مع العراق سواء على مستوى الحدود او يحاولوا يتفتحوا مثل ما صار مع مقتدى الصدر. يعني السياسه مع السعودية العراق تحديدا يعني التصعيديه ضد ايران وصلت الى حائط مسدود. هلا في رهان سعودي اماراتي على ما يجري في اليمن، انه بدل ما انه يروحوا يستمروا بالحرب يصير في صراع بين الحوثيين وبين جماعه علي عبد الله صالح، انه هذا رهان. وزير خارجيه الامارات قال انه ممكن هذا يفيدنا لنرجع نرتب وضع اليمن، لكن على الاقل السياسه السعوديه التصعيديه وصلت الى حائط مسدود. طبعا البعض بيقول لك مش رح تنهار السعوديه يعني برايي هذا كلام، لكن على الاقل يمكن هذا ما يجري يعيد السعوديه الى تفكير بهدوء بالبحث عن مخرج لأزمتها. يعني اسمح لي توقف مع فاصل علينا أخير أستاذ قاسم، من بعده وفي ضوء يعني ما ختمنا به هذا المحور سنحاول أن نسأل عن دور السعودية في لبنان يعني انطلاقا من ما تفضلت به. فاصل ونتابع، ابقوا معنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي الكاتب السياسي قاسم قصير، وفي القسم الأخير نتحدث عن الدور السعودي في لبنان انطلاقا مما وصفته بنوع من الانكفاء السعودي في المرحلة الأخيرة في ضوء التطورات السياسية والميدانية. اليوم قرأنا بصحيفة الجمهورية الصحافي أسعد بشارة، وطبعا هو مستشار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، يتحدث عن مسعى سعودي لإحياء 14 أذار، بما معناه يعني الهدف هو منع الابتلاع الإيراني للبنان. ما رأيك بهذا بهذه المعلومات؟ بنقولوا رينا عنا الفاتحة أنا برأيي، رغم أنه الدكتور جعجع بيحاول يقول أنه روح 14 أذار لا تزال حاضرة، يعني باستثناء اخواننا دروز اللي بيقولوا بالتقمص، ما بعرف اذا رح تتقمص او تتقمص. انا برايي لا، طبعا السعوديين عم بيشتغلوا على عده جبهات، يعني عم بيشتغلوا على الموضوع اللبناني، على الموضوع العربي، موضوع مقتدى الصدر، ما يسمى الشيعه العرب، يعني عم بيشتغلوا لسحب البساط من تحت ايد الايرانيين او على الاقل تقويه مواقعهم في اكثر من ساحه يعني. نعم. وعندهم امكانيات يعني السعوديين على الساحه اللبنانيه. على بلبنان طبعا القائم بالاعمال السعودي صار له فتره عم يشتغل على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، حتى زيارات لجامعه الكسليك،
إقامة منتديات بالمقر بيت السفير باليارزي من فترة، عمل احتفاء خاص للسيد موسى الصدر ودعا شقيقته ست رباب ومسؤولين مجلس الشيعة. يعني طبعا أنه في شغل سعودي لتثبيت الوضع السعودي بلبنان، لكن أنا برأيي أنه السعوديين بالأخير يعني طبعا دورهم بلبنان لن ينتهي، لأنه أول شيء عندهم حلفاء أساسيين وأهم حليف هو تيار المستقبل، وبعكس كل المعطيات لم تتخلى السعودية عن تيار المستقبل أو عن الشيخ زهر الحريري، والدليل ترتيب الشركات. لكن في وضع سعودي صعب، موضوع سعودي مالي صعب بالفترة الماضية، ما بعرف قديش بيقدروا السعوديين يرجعوا يشتغلوا بنفس الطريقة اللي كانوا عم يشتغلوا فيها سابقا. ثاني شيء حسب اللي بيعرفوا بالسعودية كمان العقل السعودي تغير، السعودي صار وين بده يستثمر صار بيفكر بالاستثمار مع نتيجة، يعني ما بيدفع مساعدة إذا ما بيعرف إنه هاي المساعدة بتأدي لنتيجة عملية، بمعنى إنه اللي بده يعطيه مصاري بده يعمل ياخذ نتيجة، ياخذ نتيجة، ما في هيك دفع أموال بدون فرق. بلبنان في خطر إنه ما ياخذ النتيجة المطلوبة؟ هلا بجربوا هن استثمروا السعوديين بلبنان استثمارات هائلة، لكن نتائجها كانت إنه حزب الله صار أقوى، تيار المستقبل صار أضعف، 14 آذار انتهت بالمعنى إنه ما قدروا أخذوا. هلا نحن رايحين على مرحلة لن يستطيع فيها الطرف السعودي أن يستعيد دوره السابق، لكن على الأقل بده يحافظ على بعض حضوره سواء على المستوى حتى نعم. هل الأمر هون يتوقف على حجم حصة السعودية من التسوية التي تعد للمنطقة والتي قد تبصر النور قريبا كما يرى كثيرون، يعني حسب شو حصتها يعني حتى بالمنطقة السعوديين عم يتراجعوا؟ يعني في معلومات ذكرتها بعض الصحف وعم تتثبت انه الدور السعودي بسوريا عم يتجير لصالح مصر، اجتماع اللي صار للقوى المعارضة رغم انه ما اتفقوا لهلا منصة روسيا ومنصة القاهرة بالسعودية، وانه في مسؤول مصري مسؤول مخابرات اسمه طلال الفضلي هو بده يتولى رعاية الملف السوري بعيدا عن السعوديين او بدينا عن السعوديين. يعني انا برايي نحن في تراجع للدور السعودي مش بتقدم. هلا بلبنان السعودية حافظت على وجودها، يعني بالاخير تيار المستقبل وقت ما يكون رئيس الحكومة من تيار المستقبل اللي هو حليف للسعوديين دليل انه السعودية عندها حصتها، بس مش انه مثل ما كان مثل ما كنا عم نحكي بالمحور الاول، يعني اليوم الرئيس الحريري يظهر وكانه غير قادر بيتعاطى بواقعيه، ما عاد قادر كانه غير قادر على الوقوف في وجه حزب الله باكثر من ملف، يكتفي بالاستنكار الكلامي فقط لمواقف كثيره. يعني بيقدر قوى الحليفه للسعوديه بلبنان على الاقل يحافظوا على حد ادنى من هذا الدور، لكن لن تعود الامور الى ما كانت عليه بعد اغتيال رئيس الحريري، انه ان يكون لكتله تيار المستقبل وهذيك 70 او 80 نائب، هذه انتهت انا برايي الامور. السعوديه لها دور لكن لم تعد السعوديه هي لوحدها بتقدر، كانوا بالزمان السعوديين هن يعني عم شركاء السي بتحديد سواء رئيس الحكومه او طريقه اداره الانتخابات او دفع اموال ضخمه، يعني هذا الموضوع لن يعود حتى داخل السعوديه. يعني ما يسمى الان اذا ما بعرف اللواء اشرف ريفي في حكي الان مساعي لإعادة ترتيب العلاقة بينه وبين تيار المستقبل، ينشاف في داخل تيار المستقبل في وجهات نظر عم بينقال انه في عدة اختلافات يعني بين الرئيس الحريري والرئيس السنيورة مجموعة العشرين، يعني لم تعد الأمور بيد السعودية كما كانت عليه سابقا. نعم، اسمح لي بختم هذه الحلقة أن أنتقل مباشرة إلى رأس بعلبك مع زميلة رشا الكرم للوقوف على آخر تطورات معركة فجر الجرود. صباح الخير رشال، وماذا عن جديد الأوضاع الميدانية والعمليات في قسمها ومرحلتها الأخيرة؟ صباح الخير لك كاترين، صباح الخير ايضا لضيفك للمشاهدين. بطبيعة الحال الحال هنا في منطقة رأس بعلبك وفي منطقة القاع هادئة جدا، وتحديدا انه كان قد اعتادت هذه المعركة بان يكون هناك قصف مدفعي ليلا، الا ان هذا الموضوع انتهى مساء في يعني مع بداية ليل امس، وتحديدا بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير التوجيه العميد قنصو، وكان هناك الاحتفالات في هذه المنطقة. واكثر من ذلك كاترين، اليوم الجيش اللبناني
اللبناني بعد تقريبا الساعة سوف يكون بجولة للإعلاميين على المراكز التي تم استعادتها وحتى جولة إعلامية على كل هذه المنطقة، ما يدل على هدوء هذه المعركة وما يدل أيضا على تقدم الجيش اللبناني في هذه الجرود. ونحن نتحدث في هذا الموضوع عن منطقة وهي 20 كيلومتر الأخيرة بالنسبة إلى 120 كيلومتر، ونتحدث عن وادي مرتبية وأيضا وادي ميرا وهذه المنطقة وهو مثلث الذي يفصل بين الحدود اللبنانية والحدود السورية. عند هذه النقطة بالتحديد سوف تشهد المعركة الأخيرة من هذه المعركة التي طالت تقريبا اليوم هو اليوم الخامس. إنما بهذه النقطة علمنا بأن منذ قليل الجيش اللبناني سحب بطاريات المدفعيات من رأس القاع وباتجاه لينتقل بها إلى وادي مرتبية، وهناك سوف تكون المعركة الأخيرة يعني استرداد هذه الكهوف واسترداد هذه المنطقة، وتحديدا بعدما كان الجيش اللبناني قد مشط من الأمس وحتى اليوم هذه المنطقة، وتحديدا عندما نتحدث عن موضوع الغام التي كان قد استشهد بها 3 شهداء وبالأمس أيضا شهيد من آل جعفر. إنما اليوم صباحا نعت أيضا قيادة الجيش كاترين الرقيب أول الشهيد الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك بتاريخ 19/8 أي تقريبا منذ 4 أيام 3 أيام خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي. وهو وليد الشهيد وليد فريج من مواليد 86 من تعلبية قضاء زحلة، مددت خدمته كمجند في الجيش اعتبارا من 2007 ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 2008 في شباط 2008. حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات وتهنئة وزير الداخلية مرة واحدة، وهو متأهل وله ولد واحد، لينتقل ليرتفع عندها عدد شهداء الجيش إلى 5. إنما المعركة مستمرة. المعنويات بالنسبة إلى عناصر الجيش الذين التقيناهم والذين تحدثنا أيضا معهم بالنسبة أيضا إلى الأهالي مرتفعة جدا، وإن كانت هي اللحظات الأخيرة، لأننا نتحدث بأن هؤلاء المسلحين مسلحي تنظيم داعش كاترين لم يعد بإمكانهم التحرك بشكل مريح في هذه المنطقة، وهم فقط يتوجهون أفقيا يتحركون بين معبر ميرا ووادي مرتبية وهذه المنطقة التي حوصر جميع هؤلاء فيها. إنما لابد أيضا من إشارة بأن من الناحية الأخرى، وهذا أيضا ما سهل العملية بالنسبة إلى الجيش اللبناني، هناك أيضا معركة إن عدتم عدنا التي يقودها حزب الله والجيش السوري الذين ضيقوا الخناق من الناحية الأخرى على داعش، ما سهل العملية بالنسبة إلى إن عدتم عدنا وبالنسبة أيضا إلى فجر الجرود. بالأمس كان قد ذكر العميد قنصو بأن الجيش اللبناني سوف يتوقف عند الحدود اللبنانية التي مرسومة على الخرائط اللبنانية، وبالتالي بمعنى آخر بأن الأراضي التي هناك لغط ما بين إذا كانت أراضي لبنانية أو أراضي سورية فالجيش اللبناني سوف يتوقف عندها، لن يدخل إلى الأراضي السورية، لأن في المقلب الآخر الجيش السوري وحزب الله أيضا يقوم بقصف مواقع تنظيم داعش، ويتم أيضا باستعادة هذه الجرود التي يبقى هذه البقعة الصغيرة 20 كيلومتر. تحكى بأن النصر قد أعلن بالأمس، إنما عسكريا صحيح بأن الأمور باتت أسهل بكثير من بداية هذه المعركة، إنما لا يمكن الحسم ولا يمكن إنهاء هذه المعركة. تحديدا أنه أعود أذكر ما نتحدث عن 20 كيلومتر الأخيرة والمعركة التي قد تكون وجها لوجه مع تنظيم داعش بهذا الموضوع، لذلك علينا أن تكون هذه الصلوات التي بالأمس كان يقوم بها كل اللبنانيين وتحديدا هنا في المنطقة القاع ورأس بعلبك أن تكثف، لأن الآن هي المعركة الحاسمة إذا صح التعبير، وعلى أن لا يكون كأي ضحايا وأي نعم. شهداء من جانب اللبنانيين. كاترين طبعا شكرا لك راشيل من رأس بعلبك. منأسف على خبر يعني استشهاد عنصر جديد من الجيش اللبناني، وتعزينا لأهله ولأهالي الشهداء أيضا يلي سبقوه، على أمل أنه تكون خاتمة الأحزان بالنسبة للجيش اللبناني ولكل اللبنانيين. أنا بشكر حضورك معنا اليوم أستاذ قاسم قصير الكاتب السياسي، أهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا لمتابعتكم أيضا مشاهدينا هذه الحلقة وإلى اللقاء.